السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفة اليوم عبارة عن عصائر منعشة واقتصادية. غادي نحتاجو في المقادير ديال هاد العصائر هادي. غادي نبداو بالعصير الأول. عندي فيه جوج حبات ديال البرتقال، الليمون الكبير. من الأحسن يكونوا كبار، إلا كانوا متوسطين كنديرو ثلاثة. عندنا جوج حامضات اللي حتى هما من الأحسن يكونوا كبار شي شوية وفيهم الماء. غنحتاج جوج حبات ديال التفاح صغار، الا كان كبير كنديرو غير وحده. السكر حسب الذوق، 7 غرام او 7.5 غرام السكر الفاني باش غادي نسمو هذا العصير هذا. وغادي نحتاج 1 لتر ديال الماء اللي تيكون بارد مزيان من الثلاجه. هاكا كنجيبو البرتقال ديالنا كنقشروه مزيان، كنحيدو له حتى ديك القشره اللي كتكون بيضه، بعد كنقطعو على شكل دوائر باش كيسهل علينا نحيدو له الزريعه، وحتى كتبان لينا بسهوله كنحيدوها ضروري، لان هي اللي كتعطي المروره في العصير. بنفس الطريقه كنقشروا الحامض ديالنا حتى هو، وكنقطعو على شكل دوائر، وكنحيدو له البذور او ديك الزريعه اللي كتكون في الوسط. بعد ما كنكملو كنجيبو الخلاط الكهربائي ديال العصير، وكنديروا فيه البرتقال مع الحامض. ضغطوا عليه بواحد المعلقه باش كيهبط شويه باش كنقدروا نضيفوا الماء، وكنضيفوا واحد تقريبا واحد جوج كيسان صغار ديال الماء، غير الجهد اللي غادي يدور لينا فيه الخلاط الكهربائي. هنا ضروري الماء اللي كنضيفوا للعصير كيكون بارد مزيان، كنبردوه قبل في الثلاجه عاد كنديروا به العصائر ديالنا باش كيجي منعش وبارد. كنسدو عليه وكنديروه كيتطحن مزيان. بعد ما طحنت العصير ديالي مزيان كنجيب واحد الاناء كبير وكندير فيه واحد الصفايه وكنصفيوه. ضروري تصفيوه باش كتحيدوا منه دوك الخيوطه ديال البرتقال وديال الحامض. وكنبقاو مع العصير ديالنا حتى كنصفيوه مزيان، ما كيبقاوش فيه هذوك القشور ديال البرتقال والحامض. ما صفيتو مزيان، دوك القشور اللي كيبقاو الفوق او دوك الخيوطه كنحيدوهم، وكنحصلوا على واحد المركز ديال عصير البرتقال خليط ما بين عصير البرتقال وعصير الليمون الحامض. كناخدو كنعاودو نردوه في الخلاط الكهربائي، وكنضيفو ليه اي فاكهه حسب الاختيار ديالكم. ممكن تضيفو ليه البنان، الموز، تضيفو ليه التفاح كيف غندير انا اليوم، اولا تضيفو ليه الفريز، يعني كيبقى لكم الاختيار. دابا كناخد دوك جوج تفاحات وكنقشرهم، كنقيهم مزيان وكنقطعهم على شكل مربعات صغيره. دابا غادي نضيف عليه داك الساشي ديال الفاني، التفاح اللي قطعته مربعات صغيرة، وكنضيفو السكر حسب الذوق. هنا السكر حسب الحلاوة ديال البرتقال والتفاح، ما كنكتروش بزاف حتى كنطحنو وكنذوقو، عاد كيمكن لينا نضيفو لما بقي خاصو شي شوية. وكنضيفو الماء اللي تيكون بارد، كنعاودو نضيفو غير واحد الكاس، هاد العصير هذا كيجي خاطر، وكنعاودو نطحنوه مزيان. وكنديروه في كؤوس التقديم، كيجي زوين بزاف وخاطر، كيجي القوام ديالو بهذا الشكل هذا.
دابا غادي نشوفوا المقادير ديال العصير الثاني. عندنا فيه 2 قطع ديال الفرماج مثلث او مربع حسب اللي كان عندكم، قشور حامضه وحده اللي كنغسلوها مزيان، قشور حامضه صغيره كناخدو قشورها وكناخدو العصير ديالها كنعصروه وكنصفيوه، حامضه وحده اللي غادي نقشروها وغادي نقطعوها طريفات صغار، السكر حسب الذوق 7 غرام سكر الفاني، علبة واحدة من ياغورت بنكهة ديال الفاني اللي كنكونو مجمدينها كنخليوها كتجمد في المجمد، وغنحتاجو إترو ديال الماء اللي تيكون بارد. الآن كناخدو الحامضة ديالنا وكنقشروها، كنحيدو لها كيف العادة القشرة اللي كتكون صفراء والبيضاء، ومن بعد كنحيد كنقطعو على شكل دوائر وكنحيدو لها الزريعة أو البذور اللي كيكونوا لداخل، كنقطعوها طريفات صغار بزاف، ضروري تنقيوها مزيان تحيدو لها حتى ديك القشرة اللي كتكون بيضاء. من بعد كديرو في الخلاط الكهربائي القشور ديال الحامض، كديرو داك الحامض اللي مقطع طريفات صغار، كضيفو عليه الفرماج، كضيفوا داك العصير ديال الحامض اللي صفيناه، عصير حامضه وحده ومن الاحسن تكون كبيره، وعلبه وحده من الياغورت بنكهه ديال الفاني، وكنسمو بالسكر الفاني. وكنضيفوا السكر حسب الذوق، تقريبا كندير 1 3 المعالق كبار حتى 5. من بعد كنضيفو الماء اللي تيكون بارد مزيان، في الاول كنضيفو غير القياس حتى كنطحنو العصير ديالنا مزيان، حتى الا بان لينا باقي خاصو شويه كنضيفوه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي بحال اللون ديالو بحال الا محضرينو بالحليب، كيجي بنين ومنعش، كنقدموه بالصحة والراحة. وكيكون هذا هو الشكل النهائي للعصائر اللي حضرنا اليوم، وكيجيو منعشين واقتصاديين. كنتمنى تجربوهم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو ليا جيم وتشتركوا معي في القناه الا كنتو باقي ما مشتركينش، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش تعم الفائده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.